بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في بثنا وحسابنا للرقية الشرعية الرقية الشرعية من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. الرقية الشرعية هي رقية جبريل عليه الصلاة والسلام التي رقى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرقي الشرعية هي رقية النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي رقى بها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ورقى بها نفسه عليه الصلاة والسلام. الرقية الشرعية هي الرقية التي رقى بها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنفسهم وغيرهم من الناس. الرقية الشرعية هي الرقية التي رقى بها التابعين والأئمة العلماء. فالرقية الشرعية واضحة، بيّنة، سهلة، سلسة، موجزة، عبارة كما قال شيخ الاسلام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الداء والدواء القرآن والأذكار والأدعية هي كلمات في حد ذاتها شافية الرقية الشرعية عبارة عن القرآن الكريم والأذكار والأدعية وعبارة عما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل تمر العجوة وماء زمزم والقسط الهندي وزيت الزيتون والعسل والحجامه والسنمكي التي جاءت عن طريق النبي صلى الله عليه واله وسلم، فهذه هي الرقيه الشرعيه وهذه هي الادويه التي جاءت في الطب النبوي، فالطب النبوي جاء فيه ادويه طبيعيه، ماديه وجاءت فيه ادويه روحيه وجاءت فيه أدوية مركبة، جاءت فيه أدوية مركبة وهذا ما بينه العلامة ابن القيم في كتابه زاد المعاد. فالرقية الشرعية ليس فيها ما نراه في الساحة اليوم من حوار مع الشياطين، واستعانة بالشياطين، واستغاثة بالشياطين، واستخدام الشياطين في العلاج. الرقية الشرعية ليس فيها التبخير بالحرمل والفيجل والحلتيت وماء البحر والملح والحناء وهذه الترهات التي ما أنزل الله بها من سلطان الرقية الشرعية ليست هذه الرقى التي ترونها في الساحة اليوم تجول وتصول في كل وسائل التواصل الاجتماعي رقية عن طريق اللايف أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق الهاتف عن طريق الواتساب عن طريق كذا فهذه كلها في الحقيقة لا تدخل في باب الرقية الشرعية بعيدة كل البعد عن الرقية الشرعية بعيدة كل البعد عن الرقية الشرعية بل الرقية الشرعية تتبرأ منها تبرؤا تام الرقية الشرعية كما بينها ابن القيم رحمة الله عليه وبينها ابن عبد الهادي المقدسي كيف تكون وبينها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه. فالرقيه الشرعيه هي التي جاءت في الكتاب والسنه على فهم سلف الامه بتوجيهات الائمه، فاذا رجعنا نحن الى علماء السلف مثل ابن عبد الهادي المقدسي في كتابه فنون المنون في وباء الطاعون تكلم فيه وارشد ونصح الراقي كيف يكون فقال ينبغي على الراقي ان يرقي بما رقى به جبريل عليه الصلاه والسلام وهي الرقيه التي رقى بها النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم يرقي بما رقى به الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وبما رقى به النبي صلى الله عليه واله وسلم واقرهم عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم كالفاتحة والمعوذات ثم يرقي بما رقى به صحابي ولم يطلع عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم، يعني اجتهاد اجتهده صحابي ولم يطلع عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم يرقي بما رقى به التابعين ثم يرقي بما رقى به الائمه ثم يرقي بالاذكار والادعيه الوارده فهذا الذي ارشد اليه العلماء بان تكون رقيه شرعيه وليست مثل هذه الرقى التي ترونها في الساحه اليوم رقى لا تعرف اصلها ولا فصلها وقد تكون شركيه وقد تكون باطلا وقد تكون ضلالة وبدعة وقد تكون كهانة ودجل وتنجيم مثل ما ترونه فهو مشهور وظاهر للعيان للاسف الشديد فالانسان الذي يريد ان يعالج الامراض الروحية من سحر ووسواس وعين وحسد وصرع وجنون وهذه الامراض يعالجها بما جاء في الكتاب والسنه قال تعالى وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين فالقران فيه الشفاء فيه الاطمئنان وفيه الخير وفيه البركه القران هو الشافي الكافي فمن لم يشفيه القران فلا شفاه الله ومن لم يكفيه القرآن فلا كفاه الله والقرآن فيه الإطمئنان والراحة والسكينة لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرقي به كما جاء في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتكى أو اشتكى أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات فهذا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نفث على نفسه وهذه السنه مشهوره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا اوى الى فراشه جمع كفيه وقرا عليهما ونفث عليهما بالمعوذات ثم يمسح ما استطاع من جسده فلما مرض عليه الصلاه والسلام مرض الموت كانت عائشة تقرأ على كفيه وتمسح بهما ترجو بركتهما فهذه السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالإنسان الذي لا يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العلاج يتبع من؟ يتبع اجتهاد راقي مخرف دجال يتبع اجتهاد وتجارب رقاة خرافة ودجل يريدون إبعاد الناس عن العلاج بالقران بكلام رب العالمين بكلام ربهم سبحانه وتعالى الذي فيه الشفاء كما قال تعالى لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله فاذا انت ايها المريض لم تعالج بكلام الله الذي فيه الشفاء وفيه الراحه والاطمئنان تعالج باي كلام تعالج بكلام الراقي المخرف الدجال الذي يردده قد يكون فيه شركا وقد يكون فيه كفرا يردد عقد 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 حية 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 ثعبان 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 يردد نار 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 نار, نار يردد كلام فارغ لا أصل له لا في كتاب ولا في السنة ولا عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولا عند التابعين ولا حتى أفتى به عالم من العلماء المعاصرين بل تكلم فيه علماء الإسلام سابقا وقالوا لا ينبغي هذا الكلام أن يرقى به لأنه ليس من عند السلف ولم يرق به السلف فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما سئل عن من يقول يا أزران يا كيان قالوا له هل صح ان هذه اسماء وردت بها السنه لم يحرم قولها فاجاب شيخ الاسلام رحمه الله عليه فقال الحمد لله لم ينقل هذا عن الصحابه احد لا باسناد صحيح ولا باسناد ضعيف ولا سلف الامه ولا ائمتها وهذه الالفاظ لا معنى لها في كلام العرب فكل اسم مجهول ليس لاحد ان يرقي به فضلا ان يدعو به ولو عرف معناها وانه صحيح لكره ان يدعو الله بغير الاسماء العربيه هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في كلام يقال في الرقيه مجهول المعنى غير معروف فنسأل نحن رقاة الخرافة والدجل فهؤلاء الرقاة يا ليتهم أنهم يأتون بكلام مجهول المعنى بل مفهوم المعنى وهو منادات الشياطين فالراقي لما يقول حي 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 هذا ينادي الشيطان الجني المتشكل على صورة حية فهو يعتقد بأن هذا الشيطان الجني المتسلط على هذه المسعورة أو هذا المسعور أنه جني متسلط ومتشكل في صورة حية فهو ينادي حية سوداء حية سوداء, حية سوداء حية سوداء حية سوداء حية سوداء حية سوداء تعبان تعبان فهذا ينادي في الشياطين وإذا لم يكن ينادي الشياطين هذا يذكر يذكر في الشياطين يذكر في الشياطين بأصنافهم وبأجناسهم وبأنواعهم وهل يجوز ذكر الشيطان في جلسة الرقيه؟ فالرقيه يذكر فيها الله سبحانه وتعالى الرقيه يقرأ فيها القرآن الكريم الرقيه يكون فيها الدعاء ويكون فيها التوجه إلى الله سبحانه وتعالى يكون فيها الذكر الحكيم لا يكون فيها ذكر الشيطان فهذا العمل شرك هذا العمل ان لم يكن شركا فهو وسيله الى الشرك فكيف انت تنادي الشياطين وكيف انت تترك كلام رب العالمين الذي فيه الشفاء وفيه البركه وفيه الخير وفيه الاطمئنان والراحه وهو الذي نعالج به الامراض الروحيه والعضويه والقلبيه والبدنيه تتركه وتاتي بكلام فارغ كلام لا أصل له ولا فصل له لا في كتاب ولا في السنة ولا عند السلف فهذا أمر خطير فلذلك يهيج الشيطان ويزداد تسلطا وتحكما وتعسفا ويزداد سيطرة على المريض وبعض المرضى يقولون لو لم تكن هذه رقية صحيحة ما حضر الشيطان أصلا في الرقية لا يجوز تحذير الشيطان من من العلماء الذي قال في الرقية يجب تحذير الشيطان النبي عليه الصلاة والسلام أصلا لما رقى وعالج المرضى والتقى بالشياطين ماذا قال للشيطان قال له أخرج عدو الله أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان يطرد الشيطان فرقاة الخرافة والدجل اليوم الموجودون في الساحة لا يطردون الشيطان بل ينادون الشيطان بل يبحثون عن الشيطان بل يستخدمون الشيطان في العلاج فهم ينادونه حية سوداء حية سوداء ويقولون هذا الكلام بالساعات وكأنهم يقرؤون في القران الكريم فيحضر الشيطان للاستمتاع ولاستدراج الراقي المخرف ولكي يجعل المريض يعتقد ان هذه الرقيه رقيه صحيحه وقد اثرت وفي الحقيقه هي رقيه كهانه ودجل وتخريب وتحريف وتنجيم ولا حول ولا قوه الا بالله فقد بين العلماء وحذر العلماء من هؤلاء الرقاه الذين لا يرقوا بكلام رب العالمين ولا بالاذكار ولا بالادعيه فقد فسر حافظ الحكمي رحمه الله في الكلام على الرقى في كتابه القيم معارج القبول حيث قال فاتكوا فاتكوا اي الرقى من خالص الوحيين الكتاب والسنه بان يدخل فيها او لا يدخل فيها غيرها من شعوذه المشعوذين ولا يكون بغير اللغه العربيه بل يتلو الايات على وجهها والاحاديث كما رويت وعلى ما تلقيت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بلا همز ولا رمز فذلك اي الرقى من الكتاب والسنه هو من هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم الذي كان عليه هو واصحابه والتابعون باحسان ومن شرعته التي جاء بها مؤديا عن الله عز وجل الى ان قال رحمه الله اما الرقى التي ليست بعربيه الالفاظ ولا مفهومه المعنى او المعاني ولا مشهوره ولا ماثوره في الشرع البته ماذا قال قال فليست من الله في شيء ولا من الكتاب والسنه في ظل ولا فيه بل هي وساوس من الشيطان اوحاها الى اوليائه كما قال تعالى وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان الرقى والتمائم والتول شرك وذلك لان المتكلم به لا يدري اهو من اسماء الله تعالى أو من أسماء الملائكة أو من أسماء الشياطين ولا يدري هل هو فيه كفر أو إيمان وهل هو حق أو باطل أو فيه نفع أو ضر أو رقية أو سحر ولا عمر الله لقد انهمك غالب الناس في هذه البلوى غاية الانهماك واستعملوه على أضرب كثيرة وأنواع مختلفة هذا الحافظ الحكمي كأنه يتكلم عن رقاة اليوم ورقاة العصر يأتون بكلام يتلونه في جلسة الرقيه ولا يدرون بأنه اسماء للشياطين فلما يقول حية سوداء فهذا اسم للشيطانه هذا الصنف شيطان الجن هذا نوع الجن فهو ينادي حية سوداء حية سوداء وهو ينادي ثعبان 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 وهلم جره فهؤلاء ليسوا برقاة شرعيين لا يجوز طلب العلاج عندهم لا يجوز الذهاب اليهم وقد سئل العلامه الامام ابن باز رحمه الله عليه عن الذهاب الى المعالج الذي يستعين بالجن لانهم يحذرون الجن بهذه السبسطة وبهذه البهرجه وبهذه التخاريب من اجل الحوار ولماذا يحاورونه من اجل الاستعانه فلما سئل ابن باس عن المعالج الذي يستعين بالجن ماذا قال الشيخ ابن باس قال لا يجوز الذهاب الى المشعوذين وخدام الجن هكذا قال لا يجوز الذهاب الى المشعوذين وخدام الجن ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفي رواية أخرى من أتى عرافا أو كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تأتوا الكهان فهؤلاء الذين يناديون الشياطين ولا يقرؤون القرآن في جلسة الرقية ويبدأون في ترديد أنواع وأصناف الجن هؤلاء كهان ليسوا برقات شرعيين أبدا ليسوا برقات شرعيين لا يجوز طلب الرقية عندهم لا يجوز سؤالهم لا يجوز متابعتهم لا يجوز الذهاب إليهم ارجعوا إلى العلماء فالشيخ الألباني رحمة الله عليه تكلم عن المعالج الذي يسأل الجن إذا حضر في جلسة الرقية يسأله سؤال بسيط كلمات موجزات معدودات قليلة يقول له أنت ذكر أم أنت يعني أنت جني أم جنية ماذا قال الإمام المحدث العلامة الألباني رحمة الله عليه قال أخشى على هذا المعالج وعلى الحضور يعني الذين يحضرون في جلسة العلاج قال اخشى عليهم من وعيد النبي صلى الله عليه واله وسلم حيث قال من اتى عرافا او كاهنا فساله فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه واله وسلم ثم ذكر الروايه الاخرى التي ذكرتها من اتى عرافا او كاهنا فساله لم تقبل له صلاه اربعين ليله فالحذر الحذر بارك الله فيكم وهؤلاء الرقاة الذين يرقوا عن طريق اللايف وعن طريق الجوال، هؤلاء لا يتبعون العلماء ولا يحترمون العلماء ولا يقدرون العلماء، بل يروا انفسهم هم العلماء ولكن هم اجهل من حمار ابي جهل، لا علم لهم في احكام الرقى الشرعيه، لا صله لهم باحكام الرقيه، لا صله لهم بالعلماء فانتم حاولوا أن تنقلوا أفعالهم وأقوالهم وتضعونها في ميزان الشرع عن طريق فتاوى العلماء فتجدونهم أصحاب كهانة ودجل لا صلة لهم بالرقية الشرعية لا من قريب ولا من بعيد بل الرقية الشرعية تتبرأ منهم تبرؤا تام فإذا جئنا إلى الرقية التي انتشرت مؤخرا الرقية عن طريق اللايف سواء كانت في التيك توك أو كانت في اليوتيوب او كانت في الفيسبوك فهذه الرقعه افتى فيها العلماء وتكلم عنها العلماء فلما سئل عنها الشيخ العلامه صالح بن حيدان قال هي لعب وعبث ولما سئل عنها الشيخ الفوزان حفظه الله قال هي تزيد وعبث ولما سئل الشيخ ابن باس رحمه الله عليه عن الرقي عن طريق الجوال قال هذا محدث لا اصل له ولما سئل عنها الشيخ العلامة المحدث العباد أيضا قال هذه ليست برقية وسئل عنها عبيد الجابري قال هذه ليست برقية وسئلت اللجنة الدائمة قالت هذه ليست برقية وسئل ابن جبريل عن الرقية عن طريق الهاتف قال ليس برقية وسئل عبد العزيز الراجحي قال ليست برقية فالعلماء كلهم العلماء الكبار الأجلاء المعروفون المشهورون الموثوق بعلمهم كلهم قالوا هذا لا اصل له بل عباره عن بدع وخزعبلات ولعب وعبث ومسخره من طرف رقاه جهله ومع ذلك تجد الراقي يتعمد مخالفه العلماء ومخالفه السنه ومخالفه النبي صلى الله عليه واله وسلم في اصل الرقيه ومخالفه الصحابه فانها تجد عنده الشفاء هؤلاء ليسوا برقاه شرعيين ولا تجد عندهم الشفاء لا من قريب ولا من بعيد فنحذركم منهم اشد التحذير بارك الله فيكم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وايضا الراقي الذي يدل ويرشد الناس الى التبخير بالحلتيت والحرمل والفيجل بل حتى قد يدلهم على التبخير بالحبه السوداء او القسط الهندي فالتبخير في اصله محدث بدعه تكلم عنه شيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفه الجحيم اهل الجحيم وتكلم عنه الشيخ ابن باز لما سئل عن امراه تبخر بعد صلاه العصر لطرد الشياطين ماذا قال؟ قال هذا محدث لا أصل له وإنما الشياطين يطردون بالقرآن وبالأذكار ورقاة الخرافة والدجل إذا أرادوا أن يستدلوا يأتوا بالشبهات يأتوا بفتوى للشيخ ابن باس وهذه الفتوى في المجال الطبي العضوي المادي حيث يقال وسئل أن بعض القراء يرشدون المرضى إلى التبخير ببعض الأعشاب فماذا قال الشيخ آه ابن باس قال الطب كله مبني على التجارب فإذا نفع وجرب وكان مباحا فهذا جائز هذا في الأمراض العضوية المادية أما أنك تبخر وتعتقد بأن التبخير يطرد الشيطان هنا قد تكلم عنه الكثير من العلماء بأنه الشرك فأنت تعتقد في التبخير فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا كيف تحسن البيوت وكيف يطرد الشيطان ايما بيت قرا فيه سوره البقره لا يقربه الشيطان وايضا الصحابي الجليل ابي هريره رضي الله عنه وارضاه بين لنا كيف نحسن البيت من الشيطان فقال البيت الذي يقرا فيه القران تحفه الملائكه وتهجره الشياطين وتكثر بركته والبيت الذي لا يقرا فيه القران تحفه الشياطين وتهجره الملائكه وتقل بركته هكذا وجهنا النبي صلى الله عليه واله وسلم ووجهنا الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فهؤلاء الرقاة الدجاجله تركوا توجيه النبي صلى الله عليه واله وسلم وتركوا توجيه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وذهبوا الى توجيهات السحره والكهنة والعرافين والمنجمين فالتبخير يرشد اليه ويأمر به السحرة هذا معروف قديما وحديثا منذ سنوات وسنوات وسنوات بل أصبح حتى التبخير علامة من علامات السحرة فكان الإنسان إذا مر ببيت ووجد ذلك البيت يبخر قال هذا بيت شعوذة وسحر ونحن لما نتكلم عن التبخير لا نقصد تبخير من اجل تلطيف الجو او تبخير من اجل المسك او التبخير من اجل الرائحه الطيبه وانما نتكلم عن التبخير الذي يوجه اليه رقاه الخرافه من اجل طرد الشياطين لذلك قال الشيخ الفوزان حفظه الله ماذا قال لما سئل عن انسان يقرا المعوذات في جلسة الرقية ويبخر قال هذا شرك فكثير من العلماء ذهبوا إلى أنه شرك لماذا؟ لأنهم يعتقدون بأن الشيطان الجن يطرد بالحلتيت والحرمل والفيجل ويطرد بالتبخير وهناك تناقض عظيم وكبير راقي واحد فقط يقول لك استعمل الحلتيت لطرد الشياطين وفي نفس الوقت يقول لك استعمل المسك لطرد الشياطين، يعني استعمل الرائحه الطيبه لطرد الشياطين واستعمل الرائحه النتنه الكريهه مثل رائحه الحلتيت لطرد الشياطين وهذا تناقض عجيب، فالذي يطرد الشياطين هو القران الكريم، الذكر الحكيم يطرد بالذكر، الانسان اذا نزل منزلا لا يضره شيء اذا قال: اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الانسان اذا جاء بذلك الذكر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم لا يضره شيء اذا قرا ايه الكرسي وقرا اواخر سوره البقره في ليله كفتاه كما جاء في احاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم وكما جاء ايضا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يتعود من الجان ومن عين الانسان فلما نزلتا المعوذات اخذ بهما وترك ما سواهما فلذلك يجب على المسلم ان يرجع الى ما جاء في كتاب ربه وما جاء عند النبي صلى الله عليه واله وسلم وما جاء به الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ولا يتوجه الى رقاة خرافه ودجل ياخذونه الى السحره والكهنه والمنجمين والعرافين والمشعوذين والمشعبدين ويبعدونه عن العلاج بكلام رب العالمين الذي فيه الشفاء وفيه الراحه وفيه السكينه وفيه الاطمئنان وايضا الملح قد تكلم عنه العلماء بانه يدخل في باب الخرابيط ويدخل في باب الدجل والحناء وهذه الترهات التي ما انزل الله بها من سلطان فنحذركم منها اشد الحذر اذا كنتم مؤمنين صادقين تحبون الله وتحبون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، اتبعوا النبي صلى الله عليه واله وسلم، كما قال تعالى في سوره ال عمران، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، فعليكم بسنه النبي صلى الله عليه واله وسلم وعليكم بسنه الخلفاء الراشدين من بعده المهديين وعليكم بسنه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وعليكم بمنهج السلف في باب العلاج وفي باب الاعتقاد وفي باب الاخلاق والسلوكات وهكذا فابتعدوا عن رقاه الخرافه والدجل بارك الله فيكم وحفظكم ورعاكم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم فهذه كلها رقى لا اصل لها عند السلف لا في كتاب ولا في سنة ولا عند الصحابة رضي الله عنهم ولا عند الائمة والتابعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وايضا تلك الرقية التي ظهرت الا وهي الرقية بنية هداية الشيطان، هذه ايضا رقية محدثة ما انزل الله بها من سلطان، فالراقي اذا رقى المريض وقرأ على المريض يقرأ عليه بنية ان يشفى فجبريل عليه الصلاه والسلام لما جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ماذا قال قال له يا محمد اشتكيت فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نعم فقال جبريل بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك فكان الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالرقية تكون لهذا الإنسان وعلى هذا الإنسان والخطاب يكون موجها للإنسان وليس بنية هداية الشيطان قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين يعني المؤمن المريض هو الذي يشفيه القرآن إذا قرأ عليه باذن الله سبحانه وتعالى اما الشيطان المتسلط عليه نكمل الايه القرانيه لا يزيده القران الا ضلالا وخساره كما قال تعالى وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره فالحذر الحذر من رقاه الساحه والله ما تجدون عندهم شفاء ولا تجدون عندهم نتيجه وانما هي عباره عن مسرحيات مسرحيه من طرف شيطان جني هو المخرج لهذه المسرحيه و او بطلها الشيطان الجني ومخرجها راق الخرافه والدجل وضحيتها المريض المسكين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا تغتر بكثره المشاركين لهم والمتابعين والمدافعين لهم فهم يشاركونهم في الاثم ويشاركونهم في نشر الكهانه والدجل وما كانت رقيه السلف بهذه الطريقه لم تكن رقيه الصحابه رضي الله عنهم ولا رقيه التابعين بهذه الطريقه بل هذه كلها ترهات لا اصل لها في العلاج فالحذر الحذر بارك الله فيكم وحفظكم ورعاكم. <applause> شاركوا البث بارك الله فيكم شاركوا البث شاركوا البث لكي يعم الخير وتعم الفائدة ويصل إلى أولئك المرضى المساكين المغرر بهم من طرف رقاة الخرافة والدجل تجدهم الآن طوابير طوابير عند هؤلاء الرقات عن طريق اللايف وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وهم يلعبون بهم يلعبون بأعراضهم ويلعبون بصحتهم واموالهم ويلعبون بعقولهم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم هؤلاء الرقاه ابعدوا الناس عن العلاج بالقران والاذكار والادعيه ولا حول ولا قوه الا بالله حفظكم الله ورعاكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا الكريم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته